واغلب العالم دائما بيحاولوا يطلعوا احسن ما فيهم للزوار. صح. بالتالي غلط نحكم على الشعوب من خلال كيف حكوماتهم، افكار حكوماتهم وكيف بتعامل. ولا من نموذج واحد، أنا دائما كنقولها، لأنه قبل ما نروح للأمريكا مازال كنتذكر هذا الشيء، كان في 2019 قبل ما نمشي كنت خايفة أنه يكون الحجاب عائق، لأن الإعلام مع الأسف وصل على أنه الحجاب لا عائق وكذا وما يمكنش تدخله، فأنا صراحة كان عندي تخوف. يوم رحت أبدا أبدا بالعكس، الاحترام اللي شفته من قبل الأمريكيين بكل أمانة، أنا كنت صدمت من الطريقة اللي كانوا كيشوفوني بها، وحتى فاش مثلا كندوز من حداهم كلهم كيقولوا لي السلام عليكم، يعني تعبيرا على أنه مسلم ولابسة حجاب. وشفت 5 ولايات ولا 6 ولايات تقريبا اللي زرتها في أمريكا، فماشي منطقة واحدة، بالعكس شفت مختلف الناس وكلهم كانوا لطيفين. أنا اللي كنقول إلى مثلا طبيعي كاين الناس واخدين صورة نمطية على المسلمين ولا على مختلف الجنسيات، فيوم انت كتستقبلهم بابتسامة ولا كتستقبلهم بأدب وبأخلاق عالية، فأكيد هما غيردوا عليك بهذه الأخلاق. فتخيل انت مثلا كتقول بأنهم هادوك غيكونوا معايا مثلا عنصريين، فأنا نستقبلهم هكذا يعني معصبة، أكيد غادي يتعاملوا معاك بأسلوب سيء. فمن الأفضل، أنا كنقول الواحد هو اللي كيمثل نفسه، وفاش كنمثل أنا نفسي فأكيد كنمثل حتى المجتمعات اللي أنا جاية منها. 100% صحيح. يعني في كل سفرك صار معك فقط موقف واحد؟ فقط موقف واحد. جميل. وكان ذاك الموقف ما بغيتش حتى نحسبه موقف، لأنه كان من شخص، يعني انا غاده في الشارع وسبحان الله بنت لي انا لوحدي من بين كل البنات اللي كانوا جايين معايا، وكان سكران وقال لي ارجعي لبلادك. قلت له اوكي. ف وحتى كان سكران كنقول يعني لا يجب ان اخذ على هذه الطريقه اللي تعامل بها، صراحه تقبلتها، ماشي يعني هزيت في قلبي وقلت لا انا ما عمري ما رجع لهذا البلد، بالعكس رجعت مره ومرتين. فعادي مثل هذه الامور ترى، ولكن ماشي الواحد مثلا من البدايه يقول انا هذا البلد اللي غنمشي ليه كلهم غيكونوا سيئين، ولا لا، دائما يجب ان نتفائل بالخير، وحتى نتشجعوا ونزوروا مثل هذه البلدان. وتكلمنا في البدايه على كيفيه السفر باقل التكاليف، وغنسجل ان شاء الله هذا اللايف باش يعني كل شيء يستافد. تكلم لنا على تجربه طريفه حدث يعني طرات لك في احد البلدان اللي ذكرتيها الان. تجربة طريفة. نعم. أوكي، خليني أحاول أتذكر. فأنا مرات بكتب التجارب عندي هون في مكان، ثواني. هيك موقف، إيش صار معي موقف طريف؟ ممكن هذا الموقف أوكي يلا. ما طريف بس كان غريب. كنا أنا وصديقي معتصم، تعرفي معتصم؟ طبعا. كان نطلع رحلة على كابادوكيا، وطالعين من اسطنبول، لكن في آخر نص ساعة قبل الباص أرسلوا لنا إنه تم تغيير المكان اللي راح يطلع منه الباص، وإحنا ما كان عندنا الوقت الكافي نوصل لهذاك المكان. فكنا في البيت وبدنا نطلع معنا الشناتي. كنا بدنا نطلع معنا الشناتي، فحكى لي معتصم لا لا لا، اترك الشناتي في البيت، احنا بس بدنا نطلع نطوشهم، نحكي لهم انه كيف بتغيروا مكان الباص، وبس بدنا يعني يعطونا تذاكر جديده. المهم طلعنا بالبجامه هذاك اليوم، ويا ريت بجامه، يعني كان حاسس انه خلص اللي طالعين بس بدنا نطوشهم ونرجع، وتركنا كل اغراضنا في البيت. أول ما وصلنا المكتب اكتشفنا إنه ممكن نلحق الباص. وفعلا أخذنا تاكسي وركض ركض ركض، أخذنا الباص على آخر دقيقة، نزلنا على كابادوكيا يومها بدون ولا شنطة ولا إشي، ونازلين في البيجامات 12 ساعة كابادوكيا بعيدة. أول ما وصلنا كلهم تعرفي لابسين ومظبطين حالهم وهيك، وبص أنا معتصم ماشيين، هو كان لابس
البلوزه الداخليه وانا كان بالبيجامه. خصوصا المكان سياحي يعني كبدوكيا ماشي اي مكان تاني. بس واحد موقف هذا صراحه كان كثير غريب. كنا في معبد صيني انا وصديق الي اللي هو كنا ندرب فيه الكونغ فو، تمام؟ والمعبد الصيني طبعا ممنوع فيه كثير اشياء، ممنوع فيه يعني لو اثنين متزوجين لازم كل واحد ينزل في جهه منفصله من المعبد. ممنوع الشرب، ممنوع كل شيء، يعني هاي الشغلات كلها ممنوعه، اللحمه ممنوعه، الاكلهم كله فيجن. فالمهم مره كنا نازلين من المعبد بدنا نشتري مي، رحنا على سوبر ماركت لقينا جلن مي واشترينا الجلن، حسينا سعره شوي غالي بس قلنا اوكي شو بدنا نعمل. طلعنا على المعبد، اول ما وصلنا هناك اكتشفنا انه احنا شاريين جلن كحول اللي هو بيشربوه هناك، واحنا داخلين على المعبد ممكن يطردونا شلاليط زي ما بنحكي لانه كحول على المعبد. وخفت فعلا انه هذا كحول بعد ما دخلناه على الغرفه. بالاخر ما حد اكتشفنا، تركنا فعلا بالغرفه وهربنا. صراحة صحيح مثل هذه المواقف كثرة، يعني أنا ماشي لهذه الدرجة، ولكن كم من مرة كنكون طالبة أكل ولا أي حاجة وفي الأخير كيكونوا حاطين فيه عاملين فيه كحول ولا عاملين فيه بالضبط. شنو اسمه الخنزير. فأنا كان في مرة كنت في كوريا وقالت لي صديقتي، قالت لي يلا خلينا نمشيو المكان كيعمل أكل اللي هو حلال. فرحنا لهذا المكان على اساس حلال وكل شيء، حطوا لنا الاكل وقالت لي هذا كيكون فيه فقط الخضر، وقلت لها يلا خلينا ناكله. فانا كنقسم هذا كيبان لي فيه لحم، قالت لي كل شيء حلال، انا بالي كل شيء حلال. هزيت بديت كناكل ولا يلا حطيت فمي على اساس باش نمضغ، قلت لها هذا اللي كنحس بانه ماشي لحم، انا ما صرتوش يعني لم ابلعه، قلت لي هذا ماشي لحم. فانا هكذا فمي عامر بالماكله ومغطيها، كنقول لها اساليها قولي لها هذا شنو، قالت لك هي حابه ترحب بينا فجابت لنا خنزير فرحت من اقرب تواليت والله العظيم. والحمد لله يعني ما صرتوش، وربي اعلم ربي شايف شنو كاين. طبعا فسبحان الله مثل هذه الامور، هما مساكن مرحبين بينا شافونا يعني، يعني ما كنشبهوش ليهم فحبوا يرحبوا بينا وعطونا خنزير. وسبحان الله مثل هذه المواقف تحدث. وكان في لقطة ثانية كذلك في كوريا، سبحان الله كوريا كل اللقطات حدثوا لي فيها، عاطينا هدايا الشركة اللي ولا الفرقة اللي كنا جينا معاهم، هما ماشي مسلمين، هما اسمهم كوفيس وتابعين لوزارة السياحة الكورية، ففي النهاية عاطينا هدايا. فقبل انا فتحت الهدايا قبل ما نمشي طب لان خايفه تكون شي حاجه، فلقيتهم عاطيني شنو كيقولها يعني كلها جزء فيها بزاف ديال الكحول يعني. قلت لهم هذا ماء، قالوا لي لا. قلت لهم شنو الكحول؟ قلت لهم هذه الهديه كنهديها لكم. هم طبعا هذا حرام، ما بيعرفوا شو يعني حرام وحلال، ما فبقولوا حلال كيعرفوش. لا ما ممكن كيعرفوش يجي يقول لك هاي كحول حلال وهو مش فاهم شو يعني حلال. صحيح. فانا من بعد قلت لهم، فسرت لهم، قلت لهم رحنا عندنا هكذا في الاسلام حرام وهكذا، فمساكن اي مكان كنا كنمشيو ليه وكانوا معنا جنسيات مختلفه، يعني انا وصديقتي الاخرى اللي كنا مسلمين يعني كل شيء كانوا من ديانات مختلفه، فكانوا مساكن كيضطروا يغيروا الاماكن الحلال فقط باش انا ما نتحرش. فكان صراحة مواقف كانت غريبة. انا ايش صار مره، ايش صار بضحك بس هاي يعني مش موقف. هو كنا في اندونيسيا وبتعرفي كنا في بالي مع الاندونيسيين نحكي لهم انه عندنا في العربي اغاني كثير بتغني عن بالي، يعني عن جزيره بالي. وشو صرنا نغني لهم انا طبعا هم كثير كيفوا على الموضوع، صرنا نغني لهم اغنيه على بالي على تداري ونغني لهم
في كثير اغاني عندنا فيها كلمه بالي، بالي وانا صح. صرت نغني لهم الاغاني اللي فيها بالي وكلهم انه اوه وي لاف يو سو ماتش، وي لاف يو سو ماتش ذات يو اور لاف اور ايلاند. حرام عليكم. اندونيسيا. ولا مرة فكرت فيها، خليني مكان ثاني إن شاء الله نبحث على كلمات هكا ونعملها حتى أنا نستقبلوا الأسئلة المتابعين، لأن يلا حابة في النهاية يكون أسئلة ناخذها من عندهم. تمام. يلا كي ضحكوا، يلا وصلهم هاد الشي اللي قلناه. باخذ شوية وقت لا يوصلهم الكلام، آه. خذ وقت لازم. بانتظار الأسئلة. نحن في انتظاركم، حابين ناخذ أسئلتكم، بغينا ناخذ أسئلتكم إذا عندكم أسئلة حول هذا الموضوع. طبعا أنا عارف في ناس عم كما بحكي عمرك إحسان. مش لا فاهمين أسئلة اللهجة. عن السفر بليز. لا لا، هم في كثير ناس عم بحكي فاهمين لهجتك، من اللي دخلوا من عندي بكونوا في الأردن ومش فاهمين اللهجة المغربية. يعني انت فاهم انا شنو كنقول صح؟ فاهم. لهجتي مفهومة، سوري جايز. كيف تستطيع السفر بالدرون؟ انت كتسافر بالدرون؟ أغلب الدول اللي بروحها ما عندها مشكلة مع الدرون، سهل يعني بحطه بالشنطة وعادي بسافر. لكن في دول بتمنع زي المغرب مثلا. لكن في الدول أنا عارفة. الدول اللي بتمنع ممكن أول ما توصل المطار تسلم الدرون وتاخده وانت طالع. جانا سؤال ثاني، كيف بالترحال تقدر تهتم بالنظافة وغسيل الملابس وكذا؟ كيف بهتم بالنظافة والملابس؟ بالعادة الأماكن اللي هي الهوستيلات اللي حكيت عنها قبل شوي، أو لما أنزل في بيوت الأشخاص دائما بيكون في غسالة. فبالتالي بستخدم الغسالات اللي بتكون عندهم. بحاول بين كل فترة وفترة أفضي في جدولي هيك يومين أو 3 أيام أستريح في مكان واحد وأغسل فيه أخلص. في شغلات اللي هي زي هيك اللي هو بده يغسل بده يرتاح شوي، بكون عنده editing. فبفضي إلي كم من يوم عشان أعمل هاي الأشياء. والهوستلز في كتير تطبيقات على فكرة ما حكينا فيها. شوية. في كتير إحنا حكينا بس شوي، بس أي حدا مهتم بالسفر أقل تكاليف عندي هايلايت كامل عامله أنا بس عن سفر أقل التكاليف فيه كل الطرق. أعطيه لي حتى أنا النشر عندي باش يمشيوا ليه مباشرة الشباب. هل الدول التي سافرت لها فيها مساجد؟ أنا كنت أزور المساجد مثلا في اليابان، كنت مشيت للمسجد اللي عندهم وكذا، لكن من أكثر الصراحة الأسئلة اللي كانت كتجيني إذا ما كانش مساجد وكذا، في أبليكيشن اسمها أذان اوكي. فكنت تابعه على الصلاة. صح، لأن كاين الناس مستغربين إلى مكان ما كانش فيه مسجد معناته وكأننا ما لازم نصلي. لا بالعكس، الابليكيشن فيها أذان، كتقول لك أذان المغرب متى بالضبط فكتروح تصلي. تخيل في يعني كل بلاد تحت بالعادة تحترم نقدر نحكي الطقوس الدينية تبعت الآخرين، فلما يشوفوا بدك تصلي وانت في بيت حدا وانت في هوستل وانت ما حدا حيحكي. الموضوع بسيط. في ناس من ديانات ثانية حتكون بدها تصلي بطرق ثانية، واجبنا صحيح. نحترمهم. يعني ما فيها مشكلة هاي الشغلة. في وحدة كتقول يا رب أصير أفهم لهجتك. حتى لو كان خارج الموضوع، أنا نقول لك الكاف معنيته الحاضر، كنقول يعني أقول الآن الكاف، تبقى كتقولوا بعمل بعرف با با با، إحنا كنقولوا كا، اوكي. فهمتي كا. فأنا دائما في كل فعل كان يعني كنزيد الكاف، فالكاف معنيته الحاضر، غا معنيته المستقبل، غنمشي غنشوف غنزور، جدا مفهومة المغربية، محتاجين فقط تركيز بسيط جدا. اللهجة المغربية. ما هي اللغة التي تحتاج للسفر؟